بص يا رامي، انت طبعا عارف ان انا ارمله لا تعرف الاستسلام. نعم. والواحده اصلها يا حبيبي مش بتلاقي البضاعه الحلوه المستورده دي كل يوم. اوكي. فانا بقى في اخر محاوله مني لخطفك من دالي ده كلمتها وسالتها شويه اسئله هسالهم لك دلوقتي يا رامرومي، علشان نشوف لو الاجابات ماتشنج ولا اتس اباوت تايم انك تشوف عروسه جديده. كلمت دريدة؟ امتى؟ بالقمر الصناعي، كله بالتكنولوجيا القمر الصناعية. طب يلا. والله من وراك. ريني؟ يلا. يلا. جاهز اسألك؟ يلا. طيب، لو معجبة جت تحت البيت عندك وبركت ومش عايزة ترضى تمشي، تفتكر دريدة هتعمل ايه في المعجبة الغلبانة دي؟ هتهتم بيها طبعا. النبي. والله. طب تعال نشوف هتعمل ايه. اكيد بنزل عشيتك لو حرام. لا دي عايزة تنقطني. مرتي بعرفها. يا اخويا دي الواحدة بتبقى متجوزة بكر التريكو وبتعض اللي يقرب له. قالوا هتنزل لها اكل. هي قطط وكلاب تحت البيت دي معجبة. تهتم فيهم هي، والله بتهتم فيهم. ايه ما بتغيرش عليك خالص يا رامي ولا زهقت من الحلاوة؟ لا لا هي فهماني الوضع منيح، وانا اصلا بقى انا شخص بيتوتي اصلا يعني. اصلا يا اخويا لو شبعت من الحلاوه في غيرها لسه جعان. طب لما السويت هارت بتبقى عايزه حاجه منك، ايه الوسيله اللي بتلجا لها عشان تخليك توافق على طلبها؟ عندها هيك نوع من الدلع دغري. انا يعني بتستسلم له. مش بس بستسلم له، بعرف انه في شيء من وراه فبسلم يعني. طب تعال نشوف ردها. في طريقه معينه بالطلب هو دغري بيعرف. يا اختي ما انا عارفه انه عارفها، احنا اللي عايزين نعرفها. زقفه كبيره لدريده. لا كثير ابضاي كثير. لا وعارفه وبتعترف. عارفه يا اخويا طبعا مش سهله هي. بتعترف. طب تعرف تقلدها بتعمل ايه حبيبي؟ خر انت على خر. خلاص حبيبي، بس في هيك شغل صغيري، هيك تعمل لي هيك شغل صغيري. بعرف انا انه لا مش صغيرة خالص. مش صغيرة خالص. بنسلم على طول. طيب بص بقى يا رامي. نعم. بسألها سؤال عادي، يعني تعملي ايه لو رامي قعد اسبوع ما بيستحماش؟ تفتكر حبيبة القلب قالت ايه؟ مش عارف، وريني قالت ايه. يلا نشوف. بحمم انا. أستاذة ورئيسة قسم. أول إجابة تعجبني من دليدة. لا يا صغر أنا في العلاقة دي خالص. طيب أنا سألت كمان دليدة، بتعرفي تسرسبي وتقلبي حاجات من ورا جوزك زي أي زوجة أصيلة؟ إيه تسرسبي يعني؟ يعني تلطش، تنشل. تسرق. أيوة كده، بس بالمحترم اسمها تسرسب. أوكي. قالت لك إيه؟ تفتكر بتسرسب من وراك حاجات؟ طب نشوف. تعال نشوف. يلا نشوف. عيني. ايه اكيد كتير. وانت نايم على ودانك اخيرا لقيت صغرة. بس هي جاية مصر قريب، اول ما يجي اديله بالبنية على طول. هنشوف. طلعت اخويا اخويا مخبية بلاوي. طب انا سايبة بقى التقيلة للاخر. اوكي. سألتها لو كسبتي 10 مليون دولار هتعملي بيها ايه؟ انا توقعت هتقولي هديهم لرامي. تفتكر قالت هتعمل بيهم ايه؟ موضوع الجمعيه اعتقد لازم يكون انفولد. تعال نشوف بنفسك. اكيد دغري بحولهم لجمعيه عياش الطفوله. ايوه قلت لي ذا بيرفكت ماتش. انت يا حبيبتي انت. لا بعرف كيف بتفكر، ونحن عندنا جمعيه عياش طفوله هي الاولويه بحياتنا. بص يا رامي، هو انا يمكن بحسد دليدة عليك ومش طايقاها، بس هي فيها ميزة بصراحة انها واقفة جنبك في المؤسسة دي، ولا المذر تريزا بصراحة. حبيبة قلبي انت. بس هي المؤسسة دي بتعمل ايه يا رامي رومي؟ هي بتعلم الاطفال بلبنان. عندنا 2000 طفل بلبنان بيتعلموا فور فري، يعني القرطاسية والترانسبورتيشن والاقساط بيتعلموا، ما بيتعرفوا اهلهم على شيء انهم عم بيعلموا اولادهم. احنا كثير فخورين. برافو عليكم انتم. برافو عليكم. ثانك يو ثانك يو. طب بقول لك ايه، تيجي نسمع حاجه كلاسيك؟ يا ريت. منك؟ لا منك انت. طيب عارف اغنيه حماتي يا نينا دلوها عليا لنينا نازمي؟ انا لازم امشي شباب لانه اتاخرت كتير. طب خلاص بلاش ليلى نازمي،
تيجي نسمع مثلا سيرة الحب. يا ريت. Watch it.